لا شك أن اليوم السعودية أكثر افتضاحا بالمعنى الدقيق للكلمة من السابق، على لناحية يعني التصرفات وسياسات السعودية التطبيعية والانهزامية وأيضا الاستسلامية للخيار الإسرائيلي، وخصوصا مع وجود إدارة ترامب التي تدفع السعودية لجهة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي والاستعداد لصفقة القرن المرجح للإعلان عنها قريبا. اليوم المشكلة ليس في أن السعودية قريبة من إسرائيل أو تعترف أو هي خانعة أو هي قريب من التوجهات الأمريكية، اليوم المشكلة هي حالة الإنكار التي يعيشها كثيرون في ظل الاستقطاب السياسي الحاد وفي ظل الخطاب المذهبي الذي يراد له أن يكون حائلا بين المعرفة وبين الانتماء السياسي، بين معرفة هذا النظام وما يرتكبه من مخازي، وبين الانتماء لهذا النظام الذي للأسف اليوم هو محمول على 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 رافعة مذهبية. فبالتالي ما يقع على غزة هو ليس شيئا مجهولا، يعني أي واحد يراقب ما يجري في على هذا القطاع المحاصر وعلى الشعب الفلسطيني عموما وهذه الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، هذه المجازر، هذه المقتلة الكبيرة، المذبحة التي جرت قبل أيام ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا الصمت المخزي من الجانب السعودي من الجانب الرسمي العربي، أعتقد أي عاقل أي مراقب يمكن أن يدرك أن هذا النظام لم يعد الجهة التي يمكن الاستناد إليها في الشدائد في الأزمات في معاناة هذا الشعب. وبالتالي النظام السعودي لا شك اليوم هو بالمقارنة مع سنوات بعيدة كنا نعتقد بأن من الصعب أن نمرر فكرة أو موقف أو حتى يعني تحليل لطبيعة هذا النظام الإجرامية، اليوم أعتقد النظام بات مكشوفا. المشكلة هي في الاستقطاب السياسي بخلفية مذهبية وحالة الإنكار التي يعيشها أتباع هذا النظام بدواعي، يعني إما أن والله هذا النظام هو داعم وهذا النظام هو يقف في الموقف العربي المشرف ضد المشروع الصفوي، هذه اللغة الخشبية التي تستخدم اليوم هي لتمرير مثل هذه الأفكار. بالنسبة لل مش معه خلاص بس بالنسبة للشق الثاني من السؤال وحول التقارب السني الشيعي، أعتقد بأن يعني رغم أنه المشتركات اليوم أكبر وأشد وضوحا خصوصا فيما يرتبط بالقضية الفلسطينية التي يناضل اليوم جميع العرب وجميع المسلمين من أجلها دون تمييز بين مذهب وآخر بين قومية وأخرى، وهذا ما يؤسس لعلاقة ولمشروع وحدوي صلب ومتين، ولكن النظام السعودي وعبر امبراطوريته الإعلامية ومعه امبراطوريات موازية يعني خليجية وغربية هي تدفع باتجاه منع مثل هذا التقارب ومنع مثل هذه الوحدة أن تتم، رغم أنه اليوم المسلمون هم أكثر أشد حاجة لمثل هذه الوحدة، لأن القضايا المشتركة أصبحت هي يعني واضحة سواء على مستوى القضية الفلسطينية على مستوى مواجهة المشروع الصهيوني مواجهة المشروع الغربي الأمريكي بقيادة ترامب، ولكن للأسف يعني هذا المشروع دائما يصطدم بعراقيل في الغالب هي سياسية.
ما يجري على الرموز المعارضة البحرينية في السجون هو واحدة من ثمار إدارة ترامب الجديدة التي منحت أنظمة الخليج طغاة الخليج شيكا على بياض، وأعطتهم ضوء أخضر لارتكاب كل ما يشاءون من فظائع ضد الرموز وارتكاب وانتهاك أبسط حقوق الإنسان في هذه المنطقة. ولذلك لا نجد لا تصريح ولا موقف ولا حتى مجرد إشارة لحالة من حالات الانتهاك لحقوق الإنسان في أي من دول الخليج، وخصوصا في البحرين ذات السجل السيء والأسوأ ربما على مستوى الخليج، وتليها طبعا السعودية ودول أخرى. ولكن يعني حينما نسمع عن أن هؤلاء الأبطال، هؤلاء الرموز يخضعون إلى هذه التدابير القمعية الإضافية بأن يحرموا من لقاء عوائلهم ويحرموا من أبسط حقوقهم حتى من مجرد الحصول على نسخة من القرآن أو كتاب للأدعية، وخصوصا في هذا الشهر الكريم الذي يفترض أن يكون هو شهر العبادة وشهر التفرغ للقيام بالفرائض والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحرموا من هذه الحقوق. نشعر بأن هذا النظام لم يعد يعني يستحق البقاء، وإن حصل على ما يبقيه من دعم، سواء دعم إقليمي من السعودية والإمارات أو دعم دولي من الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا من إدارة ترامب ودول أوروبية طبعا وخصوصا بريطانيا. لا أعتقد بأن الرسالة التي يجب أن تصل في ظل هذا الاختناق سواء الداخلي على مستوى البحرين وهذه التدابير الوحشية التي يعتمدها النظام ضد الرموز، أعتقد يجب أن تصل مدوية، خصوصا أن البحرين اليوم هي ترأس لجنة مهمة من لجان مجلس حقوق الإنسان، وهي باتت اليوم تقرر من هي المنظمة التي يجب أن تحصل على الصفة الاستشارية ومن هي المنظمة التي يجب أن تنزع عنها هذه الصفة. وهذه من ارتكابات مجلس حقوق الإنسان للأسف الشديد، هذه المنظمة الدولية التي يعول عليها كثيرون من خصوصا من الناشطين ومن المنظمات غير الحكومية أن تكون الجهة والملاذ الذي يمكن أن يلجأ إليه الناشطون للدفاع عن أنفسهم وعن منظماتهم وعن شعوبهم، وإذا بها تكون هي راعية، وإذا هي بتكون الداعم لمثل هذه الحكومات الاستبدادية التي تزداد انتهاكا لحقوق الإنسان، وللأسف تكافأ بأن تتولى واحدة من اللجان المهمة والأساسية، بحيث أن البحرين أصبحت هي من تمنح شهادة براءة وأن تمنح شهادة وترخيص لمنظمات الحكومية التابعة لها لكي ترتكب المزيد من الانتهاكات، وأن تمنع الناشطين الحقوقيين غير الحكوميين من حقهم في إيصال صوت شعوبهم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى المجتمع الدولي.